ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية انضم إلينا من نابلس الناشط السياسي رامي أحمد. أهلا بك أستاذ رامي على شاشة قناة اليوم. يا أهلا فيكم، تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. أستاذ رامي، يعني فضلا عن الأخبار التي تناولناها في جولة اليوم، يعني نود أن نتطرق فيما يخص فلسطين والقضية الفلسطينية. قبل أيام تبنى الكنيست الإسرائيلي مشروع قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، كيف يتم قراءة ذلك القرار؟ هذا الوجه الحقيقي لدولة الكيان الإسرائيلي اتجاه حقوق شعبنا الفلسطيني، وهذا معروف. الكرة الآن في ملعبنا نحن الفلسطينيين، ماذا علينا كقيادة فلسطينية وفصائل وأحزاب أن يكون لنا موقف اتجاه هذا القرار الإسرائيلي؟ هل علينا أن ننتظر ونسكت أم علينا أن نوحد ساحتنا الفلسطينية؟ نلتزم بقرارات المجلس الوطني الأخير الذي عقد برام الله والمجلس المركزي الذي طالب من القيادة الفلسطينية أن تحدد علاقتها مع إسرائيل، وبعد ذلك حصلت مجازر غزة. لغاية اليوم للأسف لا تحرك، هي سياسة الانتظار وسياسة الإسرائيلية قدم الأراضي الفلسطينية، ونحن على موعد بلقاء بالصين بين فصائل العمل الوطني. هل ستكون انطلاقة جديدة للعمل الوطني الفلسطيني؟ شخصيا أستبعد ذلك. هل حجم الخلافات كبير أستاذ رامي بين الأطراف الفلسطينية؟ الخلافات كبيرة جدا. يعني هناك مشروع مقاوم بمختلف فصائل وتوجهات الأيديولوجية للفصائل، وهناك سلطة راهنت على الحل الأمريكي بالمنطقة أو الحل السياسي. لا أعتقد أنه أي فلسطيني ضد الحل السياسي، لكن كما تفضلت قبل قليل، ما هو الموقف الإسرائيلي الحقيقي؟ هل هو المجتمع الإسرائيلي مهيئ لكي يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته؟ باعتقاد قرار الكنيست الأخير والمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة وما يحصل بالضفة الغربية من قضايا قتل وقدم الأراضي ومصادرة الأراضي والاعتقالات، هذا يؤكد أن المجتمع الإسرائيلي يتجه اتجاه اليمين الديني، اليمين الدين، وهو أخطر من الأيديولوجية السياسية اليمينية. لذلك لا مفر لنا نحن الفلسطينيين إلا أن نوحد أنفسنا على قاعدة برنامج وطني مشترك ينطلق من تحديد موعد للانتخابات الفلسطينية حتى تفرز قيادة تعبر عن الجماهير الفلسطينية. لا يمكن أن تبقى الساحة الفلسطينية بدون انتخابات منذ 18 عاما، لا يمكن، لا، في متغيرات كثيرة. حجم الخلاف كبير، كبير جدا للأسف. طيب أستاذ رامي، يعني بانتظار الوحدة الفلسطينية التي يعني أفهم من كلامك المنشودة بأنها المنشودة نعم، كنت أقول يعني أن ربما تكون يعني طويلة، يعني مسارها طويل، ما تأثير هذا القرار على مستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة؟ كما قلت لك، أي شعب بالعالم يتعرض للاحتلال وحرب الإبادة ومصادرة أراضي وتقطيع أواصل أراضي عليه أن يوحد نفسه وأن يكون لديه برنامج وطني واضح لينطلق فيه أمام العالم. نحن للأسف ليس لدينا، لذلك التأخير جزء من التأخير بأيدينا. يعني ما حصل في قطاع غزة من صمود، من تضحيات هائلة، من حرب إبادة جماعية، محاكم الدولية أدانت إسرائيل، محكمة العدل الدولية قبل أيام أدانت إسرائيل واعتبرت أن هذا الاحتلال غير شرعي، وكل هذه الأمور إن لم تكن هناك قيادة فلسطينية تعبر عن الإجماع الفلسطيني سيبقى كل هذه الأمور حبر على ورق. أما إن كانت هناك قيادة فلسطينية تؤمن، قيادة فلسطينية وأحمل الجميع المسؤولية، تؤمن ببرنامج وطني واضح تنطلق فيه أمام العالم، سنبقى مكاننا سر. طيب، وهذا سيدفع ثمنه شعبنا جميعا وأرضنا الفلسطينية. طيب أستاذ رامي، يعني حرب غزة، الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة كان لها تداعيات كبيرة على لبنان وأيضا اليمن. يعني السؤال، يعني كان هناك تطور يعني أول من أمس فيما يخص يعني إسرائيل، لقد قامت بمهاجمة أهداف قالت عنها في محافظة الحديدة اليمنية.
يعني ما الرسائل التي تود إسرائيل إيصالها من خلال هذه الهجمات؟ اسمح لي في البداية أن أوضح تفضل. قضية رئيسية، تفضل. هي الحرب ما بين الشعب الفلسطيني وإسرائيل. حماس لا أحد يمكن إنكار أنها القوة الأكبر ضمن فصائل العمل الوطني. باعتقادي هي توضيح الأمور أن هذه حرب لأول مرة الشعب الفلسطيني يخوض حرب لتسعة شهور أو عشر شهور وعلى أرضه. سابقا كانت الحروب المواجهات تحصل إن كان من الساحة الأردنية بحكم وجود فصائل العمل الوطني بالسبعينات أو ما قبل 82 في جنوب لبنان فقط. القضية الأخرى، الرسائل التي توجهها إسرائيل كالتالي: إسرائيل دولة أقامت نفسها على مبدأ تفوق قوة الردع على جيرانها العرب. منذ تحرير الجنوب لبنان بال2000 و2006 تراجع هذا قوة الردع، وهذا أثر على الروح المعنوية داخل المجتمع الإسرائيلي. لذلك باعتقادي إسرائيل مضطرة أن تدخل إلى مواجهة إقليمية حتى تعيد قوة الردع، لكن هذا لا يعني أنها ستنجح. الحرب هذه الأيام هي حرب مقاومات وليست حرب جيوش كلاسيكية يمكن أن تحسمها إسرائيل بفعل الطيران. ولاحظ بجنوب لبنان ماذا يحصل لها. لأول مرة إسرائيل تنشئ الحزام الأمني داخل أراضيها وليس خارج أراضيها. لأول مرة الحرب منذ الطوفان إن كان على جبهة قطاع غزة أو جبهة جنوب لبنان تحصل داخل العمق الإسرائيلي. فالمجتمع الإسرائيلي أمام تغيرات، لكن هل إسرائيل تستطيع أن تشن حرب إقليمية إن لم تورط أمريكا بذلك؟ لأنه معروف أن الذي يدافع عن إسرائيل ضمن الأجواء عندما هاجمت إيران بصواريخها وطائراتها المسيرة، وحتى اليمن الشعب اليمني القوات المسلحة اليمنية وأنصار الله عندما يهاجمون إسرائيل بطائرات المسير أو الصواريخ، من يدافع عنها؟ أمريكا والمحيط العربي زائد الدول الأوروبية ضمن وسائل الدفاع. ما حصل في اليمن باعتقادي هي رسالة للمجتمع الإسرائيلي أولا، وثانيا لإيران ولحزب الله أننا يمكننا أن نضرب بالعمق. جزء مما حصل باليمن هي رسالة حرب نفسية للشعوب العربية، وإضافة للمجتمع الإسرائيلي ليعيد له ثقة تفوق الردع التي إسرائيل كما قلت قبل قليل فقدتها منذ 2000. ما نفذته العدوان الإسرائيلي على اليمن كي يشاهده الملايين بالعالم هي ضربت خزانات وقود حتى يظهر هذا المشهد أمام التلفاز ووسائل العالم، ولينظروا إلى قوة الردع الإسرائيلي. باعتقادي هذا أمور قضايا لن تنجح بها إسرائيل، وما فعلته هو عمل استعراض. لا شك أنه اليمن تضرر، لكن الشعب اليمني لم يهزم تاريخيا وهزم أمبراطوريات، ونحن الشعب الفلسطيني علينا أن نقول الحمد لله أنه يوجد يمن الذي يساندنا. نعم، كان معنا من نابلس الناشط السياسي رامي أحمد، جزيل الشكر على هذه المداخلة.